اجي يا كريم. راه ما لقاوناش فين ما لقاوناش فين يديرونا. الله يرحم لكم الوالدين، غسلوا يديكم بالصابون وغسلوا يديكم بالشافيط. الله يرحم لكم الوالدين، الى تسمو البيوت ديالكم خليكم جالسين في قلب الديور ديالكم، ما تبقاوش تخرجوا وليداتكم للزنقه، ما تخليوهمش يلعبوا، راكم كتعرضوهم للخطر. وانتم الناس الكبار راكم اكثر خطوره، عندكم المناعه قليله، ولو قعدتكم الله يحفظكم يصير شي حاجه راكم عادي تكونوا تهلوكة، راكم معرضين للموت. وهذا الموت في هذه المرض هذا ما بقينا حتى واحد، بغينا الموت في الله على هذا المرض. الله يجازيكم بخير، خليوا وليداتكم في الدار، ما تخرجوهمش، وغسلوا يديكم بالصابون، وحاولوا تستعملوا جافيل. الله يجازيكم بالخير، راه حنا كندوروا عليكم لانكم ما فاهمينش خطورة هذا المرض. هذا المرض راه تزاد، راه ما عندوش الدواء. الله يجازيكم بالخير. جيالكم خصيصا باش نقول لكم ما تخرجوش الا ما كانش عندكم شي شغل اكيد. الله يرحم لكم الوالدين، راه حفاظا على السلامه ديالكم وعلى الامهات ديالكم وعلى الاباء ديالكم. كنقول لكم خليكم جالسين في بيوتكم. فين الاخرين اللي دابا كنا نمشيو كندير